السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إخوتي في هذا الفيديو الجديد على قناة ربيعي محمد. جبت لكم في هذا اليوم ثاني كاسيت جديدة للبيع تاع الشاب عثمان. الشاب عثمان عند البوب دور، هذه إيديسيون البوب دور، هذه للبيع. عثمان كما تعرفوا عثمان راه قديم، تبان لي بدا في حتى هو في 83 او 84. هذا خو الشاب الزهواني، يغني مليح، عنده شويه اللايف تاعو عيان، القديم تاعو تبان لي مفقود. نسمعوا ان شاء الله مقاطع من الكاسيت هذه ان شاء الله. راني حضرت شوية لي كاسيت اللي راهم للبيع، ان شاء الله ننزلوهم هذا الاسبوع ونتعرفوا عليهم بالشيء اللي نقدروا عليه. توفر مجموعة من لي كاسيت تاع عثمان للبيع، بعد العشرة تقريبا أو أكثر شوية. اللي يحب يتصل على الفيسبوك أبو جنى ربيعي أو على القناة هنا. كثير من الأصدقاء راهم يسقسوني على يسقسوني على طريقة التوصيل تاع لي كاسيت مثلا. لي كاسيت نبعثو فيه مع البريد السريع، يا لي دين اكسبريس او البريد السريع بانواعه، توصلك الباب الدار ان شاء الله. هذه زين حليمة معروفة للشيخ خالد، لا شونسون هاي في تقريبا في الثامنة. زين حليمة شونسون هذي تاع الشاب خالد، عاودها ثاني مامي. بالنسبه للاخوه اللي علقوا على لي كاسيت، راي عندي بزاف لي كاسيت، راه تاع واحد الانسان قال لي بيعهم لي، وعندي تاعي لي كاسيت موجوده بزاف بزاف بزاف. مازال موجود المغربي، ومازال موجود الغربي والتونسي المصري،
طرب جزائري في الرايف الشعبي في القبيلي، موجود هذيك لو شونتير تاع للفينات موجود، دي كاسات موجود. اللي يحب يتصل تصل على الفيسبوك ابو جنار ربيعي او هنا على القناة، وان شاء الله يكون خير. في هذا الفيديو، في اخر هذا الفيديو، نقول لكم دمتم متتابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.